السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ضمن سلسلة التمارين المختارة ومع مسألة جديدة. المسألة على الشكل التالي: يسبغ سباغ غرفة واحدة في 12 ساعة، ويسبغ السباغ أو يسبغ سباغ آخر نفس الغرفة في 15 ساعة. السؤال: ما هو الوقت الكافي لصباغة نفس الغرفة إذا تعاون السباغ؟ إذن فعندنا غرفة معينة، بحيث عندنا السباغ الأول، هذا السباغ الأول يتمم الغرفة في 12 ساعة، في حين أن سباغ آخر أي سباغ الثاني يتمم صباغة هذه الغرفة في 15 ساعة. السؤال المطروح: إذا تعاون السباغان، يعني إلا خدموا فيها بجوج فخطرة، شحال ديال الوقت غادي يكفيهم باش يسبغوا غرفة، هذيك الغرفة الواحدة؟ إذا كملاحظة أولى، هذا التمرين هو نقدروا نقولوا أنه تمرين افتراضي. علاش قلت تمرين افتراضي؟ يعني على أننا سنفترض أن السباغين يشتغلان بطريقة منتظمة، يعني منتظمة ومضطردة. يعني فإلا كان هذا السباغ يتمم غرفة واحدة في 12 ساعة، فراه غادي نصف غرفة غادي يتممها في 6 ساعات، والربع ديال الغرفة غادي يتممها في 3 ديال الساعات. يعني ماشي عمل عشوائي، يعني عمل منتظم. هو اللي غيسمح لينا، هذه الفكرة هي اللي غتسمح لينا باش نجاوبوا على هذا التمرين هذا. إذا بالنسبة لفكرة حل هذه المسألة هي على الشكل التالي: هو أنني نقلب على واحد العدد من الساعات، عدد معين أنا اللي غادي نقلب عليه، نقلب على واحد العدد من الساعات، بحيث السباغ الأول يتمم عددا محددا من الغرف، يعني عددا غرف كاملة، يعني غيسبغ إما ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يعني ماشي غرفة ونصف أو لا غرفة غير كاملة، يعني غرفة كاملة، واحد العدد معين من الغرف، ثلاثة ولا أربعة ولا جوج إلى غير ذلك. وخلال نفس هذا التوقيت هذا، حتى السباغ الثاني سيتمم عددا معينا من الغرف، ما تهمنيش العلاقة بينهم، المهم أن السباغ الأول يتمم عدد محدد من الغرف، والسباغ الثاني حتى هو يتمم عددا محددا من الغرف. فغير بنظرة تأملية شوية، غنشوف هنا عندي 12 وهنا عندي 15. إذا فهاد العدد إكس، أشنو تيمثل ليا هاد العدد إكس اللي أنا قلت كنقلب عليه هنايا؟ غادي يمثل لي المضاعف المشترك الأصغر ما بين العددين 12 و 15، اللي هو كنسميه البي بي سي. إذا فأنا أول فكرة، أول خطوة هو نقلب على هذاك المضاعف المشترك الأصغر ما بين العددين 12 و 15. إذا فما غاديش نطرق لطريقة الحساب المضاعف المشترك، إذا كل واحد يحسبها بالطريقة اللي كتبان ليه. إذا فإلى حسبت غادي نلقى بأن البي بي سي ام، بي بي سي ام ديال العدد 12 و 15 هو العدد 60، هو العدد 60. إذن بما ان عرفت هذا العدد اكس هو 60، غادي نشوف هذا العدد 60 شحال ديال الغرف ممكن يكمل العدد السباغ الاول، وشحال ديال الغرف خلال هاد 60 ساعة شحال ديال الغرف غادي يسبغ العدد السباغ الثاني. إذا الفكرة سهلة. إذا فإلا خديت مثلا السباغ الأول، إذا نعتبر هنا السباغ الأول شحال ديال الغرف ممكن يسبغ، غادي نديرو 60 مقسومة على 12، غادي نلقاو هي 5، يعني 5 غرف. إذا في خلال 60 ساعة السباغ الأول غادي يكمل 5 ديال الغرف. وبالنسبة للسباغ الثاني، فخلال 60 ساعة شحال غادي يكمل من غرفة؟ غادي يكمل 4 غرف، ها هي 4 غرف، وهنايا 5 ديال الغرف. إذا فما كيهمش الطريقة ديال التحليل. إذا فمني كنفهم الفكرة، يعني ديك الساعة كل واحد كتبقى عنده الطريقة اللي كتناسبه. إذا فقلت هنايا عرفت هاد خلال 60 ساعة
خلال 60 ساعة. السباق الأول غادي يكمل 5 ديال الغرف كاملة، والسباق الثاني غادي يكمل 4 ديال الغرف كاملة. فغنفترضوا أو نتخيلوا أننا أعطينا لهاد السباقين، أعطيناهم نفس الغرف المتشابهة. إذا باش نوضح الفكرة، أعطيناهم عدد من الغرف المتشابهة، عدد من الغرف المتشابهة. المتشابهة يعني علاش قلت متشابهة؟ نفس الغرفة باش تكون عندها نفس المساحة ديال السباقة. والسباق الأول والسباق الثاني يشتغلان بطريقة منتظمة ومضطردة. فإلى عطيناهم واحد العدد معين من الغرف، إذا الغرف ما عارفين شحال دابا هنايا، عطيناهم عدد من الغرف وبداو كيشتغلوا في نفس الوقت، بداو كيشتغلوا في نفس الوقت. فملي غادا تدوز، ملي غادا تدوز 60 ساعة، ملي غادا تدوز 60 ساعة، شحال ديال الغرف اللي غاديين يكملوا كاملين؟ شحال ديال الغرف غاديين يكملوا؟ إذا فالسباق الأول السباق الأول غادي يسبق 4 ديال الغرف، والسباق الثاني غادي يسبق 5 ديال الغرف. إذا فالمجموع ديال الغرف اللي غاديين يكملوا هما بجوج، المجموع ديال الغرف غاديين يكملوا 9 غرف، غادي نكملوا 9 ديال الغرف هما خدامين بجوج، ولكن ماشي في نفس الغرفة. مثلا هذا خدام في الغرفة ديالو، ولا اخر حتى هو كيسبق غرف معينة. اذا بما انني عرفت انهم خلال 60 ساعة كيسبقوا 9 ديال الغرف، فإلا بغيت نعرف غرفة واحدة الا تجمعوا باش يخدموا فيها بجوج، شحال ديال الوقت غادي نستغلوا؟ فالفكرة هي على الشكل التالي، هو انني غادي نشد 60 ساعة، غنشد 60 ساعة وغادي نقسمها على 9، وغادي نعرف شحال ممكن يديروا في غرفة واحدة. إذا فمن بعد هذه راه 60 ساعة، هذه 60 ساعة، إذا من بعد عملية التحويل والحساب أنا نقسم على العدد 9، غادي نلقى بأنهم غادي يسترقوا 6 ساعات و 40 دقيقة. إذا هذا هو الجواب على هاد المسألة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في انتظار تمرين جديد.